نفذ منتسبو المعهد العالي للعلوم الصحية في صنعاء اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان السعودي الغاشم بحق الشعب اليمني ومقدراته. واستنكر منتسبو المعهد من الطلاب وهيئة التدريس الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان بحق أبناء الشعب اليمني. وأدان طلاب المعهد وهيئة التدريس المجازر الوحشية التي يرتكبها العدوان السعودي والتي راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب اليمني في المحافظات كافة في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والأديان والشرائع السماوية وفي ظل صمت دولي وعربي وإسلامي مريب. ونددوا في بيان صادر عن الوقفة بالحصار المفروض على اليمن برا وبحرا وجوا وإعاقة وصول الغذاء والدواء، ودعوا أبناء الشعب اليمني وشرائحه الاجتماعية ومنظماته السياسية والمدنية إلى التلاحم الوطني والتصدي للعدوان الغاشم، وحيوا منتسبي الجيش واللجان الشعبية على استبسالهم وصمودهم في الدفاع عن الوطن، داعين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة وكل المنظمات وأحرار العالم إلى التدخل العاجل لوقف العدوان السعودي السافر على أبناء الشعب اليمني. وكانت قد ألقيت في الوقفة التي شهدتها ساحة المعهد كلمات وقصائد شعرية عبرت عن فظاعة جرائم العدو السعودي وأعوانه، وأشادت بصمود الشعب اليمني ودعت إلى تعزيز الاصطفاف الوطني في مواجهة العدوان. العدوان سوف يقهر على يد أبناء الشعب اليمني العظيم، وهم يعتقدون أن وبتعتيمهم الإعلامي على هذا العدوان وبأموالهم المدنسة يعتقدون أنهم أن العالم لا يرى هذا، أن أحرار العالم عارفين هذا. سوف تقوم الجهات الصحية بكل ما تستطيع من أجل الإرفاد وتعاون من أجل هذا الشعب اليمني الذي يستحق منا كل خير، وهذا أقل شيء نفعله لهذا الوطن. ندين ونستنكر الاعتداء الغاشم من دول العالم ككل وليس من دولة بحد ذاتها، لأن الجميع أساء في حقنا ونحن مظلومون ونحن على حق، والله سينصرنا بإذن الله ولن تذهب دماء اليمنيين أيا كان نوعهم أو طوائفهم هباء. ندين ونستنكر العدوان السعودي على أبناء اليمن الغاشم الذي استهدف كل المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة دون التفريق بينهما، وكذلك نناشد جميع الفئات المجتمع بالتوحد والتماسك، لأن العدوان هذا لا يفرق ما بين أي شخصية سواء في المجتمع. قل للسعودي الجبان لا يفتكر أن اليمن شعبه يضيق، مهما ضرب مهما تعدى الامتحان، الشعب بايثأر وبايحرق الدنيا حريق، الصبر قد جاوز حدوده والحدود اليوم بان. لا بد من تحرير أبين والمعلا والمضيق، لا بد من نجران تتحرر من الطغيان. أرض اليمن معروف تاريخه حريق، من ما دخل فيها يجهز قبره والأكفان. واليوم وقفتنا احتجاجية رسالة للفريق الأمريكي صهيوني وسلمان الجبان.